حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا أهل الرافدين يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. هي رحالة لا تزال متشبثة بفكرة الوطن الأصيل وترفض فكرة الوطن البديل، وإن خرجت طلبا للعلم وسعيا وراء الرقي ثقافة وعروبة ولغة وإصرارا على اكتشاف الذات وتخليقها على هيئة قصيدة أو خاطرة، وربما رواية، وربما كانت هذه كلها مجتمعة في إطار واحد عنوانه ولي أمل. في هذا العدد المتميز والخاص من برنامجكم بيت القصيد يسعدنا أن نستضيف هنا شاعرة من تشاد، إنها ساكنة محمد أحمد زايد. أهلا بك ساكنة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا بكم ساكنة. دعينا في البداية نتحدث عن فكرة ارتباط المجتمع التشادي بالشعر العربي، وهنا دعينا نوضح أو نحل إشكال عنوانه، هل المجتمع التشادي عربي أو فقط يتحدث العربية؟ تفضلي. هنا السؤال يعني الذي يطرح نفسه، ما هو تشاد أصلا يعني كمجتمع؟ تشاد هي دولة عربية الأصل يعني، وإن كانت خارج حدود الخريطة الجغرافية للوطن العربي، هي بلد يتحدث اللغة العربية، اللغة العربية لغة الشارع فيه. والإسلام الحمد لله يعني نسبة الإسلام نسبة كبيرة جدا، وإن كانت مغلوطة إحصائيا. إلا أن الإسلام يعتبر الديانة الأكثر انتشارا في داخل البلد. الجذور العربية، الحكم ما قبل الاستعمار كان عربي، يعني الوجود العربي في البلد كان وجود قديم جدا مع دخول الإسلام. نعم. عن حب تشاد، عن حب تشاد للغة العربية تحدثي بما شئت. عن حب تشاد للغة العربية، ألا يكفي أن الشارع يتحدث باللغة العربية؟ جميل. ألا يكفي أن لا أحد يريد الاستعمار، يعني لا أحد يحب الاستعمار، لا أحد يحب العبودية، لا أحد يريد أن يكون غير هو. نفوس مجبولة على الحرية ورفض الاستعمار. إذن وإن فرض، تبقى الفطرة الداخلية هي الفطرة يعني فطرة الأقرب لا يمكن إلى أن جمع الناس على فكرة الحب والسلام، الفكرة المتشبثة بالوطن وأن الأرض لأهلها وليست لمستعمر يملي عليهم مثلا إملاءاته وقراراته. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن مدى اهتمام المؤسسات الرسمية في تشاد أو غير الرسمية الاهتمام باللغة العربية، بمراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالكتاتيب وغيرها من المناشط الثقافية التي من شأنها أن تعضد وتقوي ارتباط الشارع التشادي باللغة العربية. أول لنبدأ ما قبل الاستعمار، هو كان الشارع عربي، كانت المكاتبات أو الحكم كان تشاد تنقسم إلى ثلاث ممالك أو تحت حكم ثلاث ممالك، كلها يعني تحت الحكم العربي، المراسلات بالحكم العربي، باللغة العربية، كل شيء كان فيها باللغة العربية. إن أتى الاستعمار فهيمن وطغى كما يفعل في كل بلد، يعني تشاد كانت ضمن الاستعمار الفرنسي، فطغت اللغة الفرنسية في ذلك الزمن إلى حتى ما بعد أن خرجت خلفت آثار مع الأسف. من ضمن الآثار التي خلفتها وهي تحطيم اللغة العربية سواء في التعليم أو في المداولات الحكومية إلى ما ذلك، سيطرت بشكل كبير جدا على المجتمع أو على البلد بأكملها، ولكن لم يستسلم رواد اللغة العربية أو محبي اللغة العربية، وحاولوا بشتى الطرق لأنهم إن يصعدوا إلى أو يعيدوا حقبة اللغة العربية التي كانت موجودة من قبل. بالنسبة للكتاب فإنها هي شيء لم يندثر نهائيا عن تشاد، وما زال مستمرا على الطريقة القديمة، وهي قراءة على اللوح الخشبي بالحبر القديم بالدواء، ما زال موجود إلى الآن، ومنذ القدم لم يؤثر الاستعمار على هذه النقطة، والحمد لله. يعني تشاد عالميا مسابقات القرآن الكريم دائما ما تتصدر المراتب الأولى، يعني من يبحث ربما يجد في المسابقات الدولية هناك من يتحصل على المراتب الأولى من دولة تشاد، ولله الحمد والمنة، باعتبار أن البلد تدين بالديانة الإسلامية إلى أكثر ما يتجاوز 75% ما شاء الله كمجتمع. إذن أفهم منك أن تشاد بلد عربي وإن لم يكن مصنفا في جامعة الدول العربية كبلد عربي.
الآن دعينا نتحدث عن تجربتك الشعرية، وقبل الحديث عن هذه التجربة نبدأ مباشرة بإحدى قصائدك. ماذا ستقرأين مفتتحة هذه الحلقة من بيت القصيد؟ بما أننا نتحدث عن اللغة العربية، لما نفتح بشيء يتعلق باللغة العربية وعن ظلم الإعلام لتشاد كدولة عربية؟ تفضل. ربما تكون قصيدة أنا الضاد، هي قصيدة على لسان اللغة العربية تثبت فيها أن هي موجودة بداخل هذا الشعب أو المجتمع الذي ظلم إعلاميا. تفضل. القصيدة بعنوان أنا الضاد. تقول القصيدة: يا من بأنساب الأجداد تفتخر بالضاد نطقا، نباهيكم ونفتخر. قد زارنا العز من تاريخ طلعتها، هذا الذي أهدى قومي به القدر. ليس التميم ولا ذبيانة تنكرني، أهلي كرام ومنا تنبع الفكر. ألواننا قط لا تخفي عروبتنا، إن انتمائي قد قالت به مضر. ألواننا قط لا تخفي عروبتنا. ربما يظلمنا لون البشرة في تحدث باللغة العربية. ألواننا قط لا تخفي عروبتنا، إن انتمائي قد قالت به مضر. هذه هي الضاد، فلتسمع مقالتها، فلتسمع الوصف يا زيد ويا عمر. هذه هي الضاد. هذه أنا الضاد، ما ضاقت عبارتها، فلتسمع، بل لن تضيق ولن يمحى لها أثر. ربما إذا أردت أن أعيد لك البيت. هذه هي الضاد، هذه هي الضاد، فلتسمع مقالتها، فلتسمع الوصف يا زيد ويا عمر. هذه أنا الضاد، ما ضاقت عبارتها، بل لن تضيق ولن يمحى لها أثر. يا من يحارب ألفاظي وينكرها، قم وابدو وانظر من منا سينتصر. ما الحرف من دوني؟ قل لي بربك، قل ما الفعل، ما الاسم، ما التوكيد، ما الخبر؟ ما الحرف من دوني؟ قل لي بربك، قل ما الاسم، ما الفعل، ما الاسم، ما التوكيد، ما الخبر؟ والحسن وصفي فلا تعجب لقافيتي، في شاطئ التبر والأزهار والدرر. ما إن مدحت فلا شيء يقاربني، الله، أبدي المحاسن مثل الدر تنتثر. لكن إذا كاد لي نذل أتيه به مثل السعير، فلا أبقي ولا أذر. لكن إذا كاد لي ند أتيه به مثل السعير، فلا أبقي ولا أثر. الله. ولا أذر. جميل. تلك اللغات على شتى مراكزها، هي كالنجوم أنا من بينها القمر. عذب زلال حروفي حين تسمعها، قد تنطق الماء بل قد ينطق الحجر. فالصم من روعة المكتوب قد سمعوا، والعمي من شدة الإعجاب قد نظروا. قرآننا يكفي وصفا لمنزلتي، تكفي الحروف كذا الآيات والسور. تكفي الحروف كذا الآيات والسور. هذا الارتباط العظيم ما بين الحروف والدمج ما بين فكرة الآيات والسور والارتداد الإيجابي لفكرة التشبث بالدين الإسلامي، منطلقة من تشبثك أيضا باللغة العربية. هذا يعكس هوية مجتمع كامل للأسف مغيبة عن الإعلام. الإعلام ظالم أحيانا، أليس كذلك؟ الإعلام ظالم، والاستعمار أيضا ظالم. عن نقول نحن ضحية استعمار لم يخرج، وإن خرج شكليا وعلى المراسم العالمية، إلا أنه لم يخرج فعليا من البلد. لا تزال إملاءته قائمة، لا تزال جذوره ضاربة بالأرض مع الأسف. فربما التأخر الذي ينسب إلى كتصنيفنا كعالم ثالث يرجع للاستعمار. لكنك كشاعرة تصنفين في العالم الأول لغة وتشبثا وإيمانا وتمسكا بهذه اللغة. أستاذة ساكنة، دعينا نتحدث قليلا عن تجربتك كمعلمة وارتباطك بفكرة الوفاء للمعلم، حتى أنك رثيت أحد المعلمين. حدثيني عن فكرة المعلم، وكيف ينظر الشارع التشادي لمعلم اللغة العربية على وجه الخصوص؟ التعليم هو معي لم يكن عبارة عن رغبة من شخص آخر، هي كانت هوايتي أو كانت رغبتي منذ الإعدادية أن أدرس، أن أكون معلمة. والسبب ربما يرجع إلى أنني صادفت معلمين جيدين في حياتي، فأحببت التعليم وأحببت أن أكون معلمة، وكنت من الطلاب المتميزين في اللغة العربية. جميل. فأردت أن أكون معلمة لغة عربية، ولله الحمد سرت على الطريق إلى أن تخرجت
في نفس جميل. القسم أيوة نعم. كنت بارعة في النحو والإعراب؟ لله الحمد والمنة. جميل جميل جدا جميل حقيقي، لأن هذه النظرة الحسابية للنحو أحيانا تجعل الكثير أو بعض من يحبون اللغة العربية ينفرون بسبب يعني ما يشكل عليهم من فهم بعض القواعد الإعرابية أو طريقة تسويقها وتقديمها. هي المسألة مسألة بالضبط. حب وميول، ربما الكثير من الطلاب يحبون الرياضيات والكثيرون يكرهون الرياضيات، بعضهم يحبون النحو والآخرون لا يحبون النحو. أحسنتي، لكل من ذلك طلاب. الرجل الآن الذي قمت برثائه، حدثينا عنه قليلا. هذا القامة العظيمة التي فقدتها تشاد كانت يعني صدمة كبيرة، هو البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي، هو أول رئيس لجامعة الملك فيصل. جامعة الملك فيصل جامعة عريقة موجودة بالعاصمة، نجمينا عاصمة شادية. البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي ربما كان الأبرز على المستوى اللغة العربية أو القامة الأبرز في مثقفي اللغة العربية، درس في مصر، درس في الجزائر، وكان يعني ضمن اتحادات، ربما أنا ليس لدي الاسم بالكامل، لكن هناك الروضة الإسلامية يعني كان ضمن الأعضاء، خاصة أن الجامعات الدول العربية أو شيء يتعلق بالجامعات يعني كان موجود، لأن جامعتنا كانت عضو في ذلك. البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي لم يكن فقط رئيس جامعة، بل كان أب ومربي لكل الطلاب والدكاترة والمحاضرين الموجودين بداخل هذا الحرم الذي يسمى بجامعة الملك فيصل، من أعلى درجة في المؤسسة إلى البوابين، يعني كان اهتمامه كبيراً. حدثيني الآن عن الدافع الذي سكن ساكنة فجعلها ترثيه، ما السبب؟ كانت وفاته شخصي. يعني وفاته كانت صدمة للمجتمع التشادي بأكمله، لم تكن لساكنة فقط، حتى الذين لم يعرفوا لم يكونوا على اختلاط قريب منه سمعوا سيرته وتأثروا لوفاته، وأنا من أكثر الذين تأثروا لوفاته، رضيته بثلاث قصائد في كل ذكرى له، أكتب قصيدة الآن، ثلاث قصائد رثائية للبروفيسور عبد الرحمن. خذينا إلى إحداها عمر الماحي. ما تضمن الديوان هو قصيدتين. نعم. للبروفيسور الماحي. اقرأ إحداهن الآن. قصيدة ألا يا مسكن الفواح وفقيد الأمة. وسأؤثر قصيدة فقيد الأمة. تفضل. تقول القصيدة: أقاسي هموما والجوى يتقطع، ومن ذا الذي في الكون لا يتوجع، فقدنا عزيزا ما بليت به، فقدنا عزيزا ما بليت بمثله، أرى دمع عيني سال وقت يشيع، أرى كل شبر في الثرى متصدعا، أيا أرض فابكي فالجميع مصدع. أرى كل شبر في الثرى متصدعا، ألا يا أرض فابكي فالجميع مصدع. الله. أرى الضاد ثكلى، أرى الضاد ثكلى من يقيل عثارها، فكل وليد مات وهو يرضع، لقد مات من كان المعيل أأمتي، فلله حمدا ربنا نسترجع. لقد مات من كان المعيل، لأنه كان يدافع عن اللغة العربية دفاعا. أكمل يا ساكنة. لقد مات من كان المعيل. أأمتي فلله حمدا ربنا نسترجع، ولما فقدناكم ظننت بأنني صبور وعن جول وعن حر الجوى أترفع، ولكنني يوم الرحيل أيا أبي فؤادي يقاسي فوق ما أتوقع. ولكنني يوم الرحيل أيا أبي فؤادي يقاسي فوق ما أتوقع. لقد كنت ذكرا بالكفاح متوجا، وما زلت اسما باللجين يرصع. أيا من محى بالعلم طول حياته مفاهيم خرقا، كم تحط وتقمع وتقمع. لقد كنت ذكرا بالكفاح متوجا، وما زلت اسما باللجين يرصع. أيا من محى بالعلم طول حياته مفاهيم خرقا، كم تحط وتقمع. ثريا يراك الناس يا علم الهدى، وإني أراكم فوق ذلك أرفع. ثريا يراك الناس يا علم الهدى، وإني أراكم فوق ذلك أرفع. وكل كتاب يوم فقدك يا أبي حزين، وأقلام الورى لك تدمع. جزى الله عنا والدا ومربيا بأخلاقه العليا، وما هو أروع. فهل يكتب التاريخ بعدك يا أبي عظيما، فإني لم ولا أتوقع. لم ولا أتوقع، ونحن بدورنا لن نتوقع
أن يكون هناك انتماء وولاء ووفاء لمعلم جميل بمثل هذا الانتماء الذي اكتنفته قصيدة ساكنة من شاب. لطالما كان أشد ولاءاتنا للمعلمين ولمدارسنا التي درسنا فيها سابقا، وإن كان المعلم لا يحظى عالميا بمكانته إلا أن الولاء دائما يكون إليه، فهو من صنعنا. جميل هذا الاعتراف بالفضل يا ساكنة. لابد من استراحة نشاهد أنا وأنت والسادة المشاهدون الكرام فيها أحد الشعراء وهو يلقي إحدى قصائده. ما رأيك أن نذهب أنا وأنت وهم الآن إلى هنا؟ فليكن. مشاهدينا الكرام، إذا نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نتابع، ابقوا معنا. أتيت وليت أنك ما أتيت، وما تغني من الأقدار ليت تقبلك العيون، وليس فيها عيون من مآقها ارتويت، وتحضنك الصدور وغاب صدر فسيح طالما فيه ارتميت، تصافحك الأكف مثلجات وأنت بغير أمك ما اكتويت، تصافحك الأكف مثلجات وأنت بغير أمك ما اكتويت، تسرح مقلتيك بكل وجه وإنك غير أمك ما رأيت، محال أن يكون البيت أما وسهل أن تكون الأم بيتا، محال لو جلست في الشارع الأم تصير بيت، محال أن يكون البيت أما وسهل أن تكون الأم بيتا، وأصعب من مذاق الموت موت يؤجلنا لكي نزداد موتا. السلام عليكم. تشهدك البلاد وأنت عفو وعفت عنك من كنت اشتهيت، تشهدك البلاد وأنت عفو وعفت عنك من كنت اشتهيت، تصلي غربتين بنار صبر ولم تقبل لأنك ما نويت، لماذا لا يضيء سراج عمري وقلبي جذوة وأفيض زيتا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا الآن أذكركم ضيفة هذا العدد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد الشاعرة تشادية ساكنة محمد أحمد زايد. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة ساكنة. مجددا أهلا وسهلا. دعينا نتحدث الآن عن طموحك الذي تتطلعين إليه من وراء الشعر والقصيدة، ما الذي تتمنين أن تحققيه يوما؟ أن أكون يعني أن أحسن صورة المجتمع التشادي أو الوطن التشادي، تغييب اللغة العربية فيه، أحاول أن أكون جزء من الذين يدافعون عن اللغة العربية أو يبرزونها للآخر، لكل وسيلته في إبرازها، هناك من يقوم بمؤتمرات، هناك من يقوم بحملات توعوية، هناك من أنا أكتب الشعر وأبرز للعالم أن هناك وطن لديه لغة عربية يتحدث اللغة العربية وبه شعراء، فهذا هو المجال الذي أطمح إليه من خلال كتابتي للشعر العربي. نعم، العاصمة تشادية وهي نجمينة وتعريبها الاستجمام أو الاستراحة أو النقاهة أو الارتياح إلى آخره، هذه العاصمة ومدى ارتباطها أيضا باللغة العربية، هل فيها كثافة مراكز للتدريب للتعليم إلى آخره من الأمور التي ينبغي أن توضح وأن يعرفها العوام من الجمهور العربي؟ تفضلي ساكنة. جميل جدا. العاصمة التشادية أنجمينة، كما قلت معنى كلمة أنجمينة باللهجة الدارجة تعني استرحنا. نعم. من الاستجمام كما قلت حضرتك. العاصمة أنجمينة هي الأكثر نشاطا في الأكثر المدن نشاطا في تشاد ككل، والحمد لله اللغة العربية تسرح وتمرح في جوانبها، سواء بالتعليم من الابتدائية أو نقول من الروضة إلى جميل. تحضير الدكتوراه ولله الحمد والمنة، في بعض التخصصات وصلت إلى تحضير الدكتوراه،
في العاصمة، هذا من ناحية التعليم. أما من ناحية الثقافة فلله الحمد هناك الكثير من جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأنشطة تصب في مجال اللغة العربية، من حملات عن الكتاب، من برامج أمسيات شعرية، من منتديات، من محاضرات وحلقات نقاش، الكثير من الأنشطة التي تصب في إطار اللغة العربية لله الحمد موجودة وبكثرة يعني في العاصمة، وخاصة في الآونة الأخيرة نحاول يعني محاربة أو مجابهة القسم الفرنسي الموجود في العاصمة. هذه كعاصمة نعم، ولله الحمد يعني هناك الكثير من البرامج التي تقوم في العاصمة الكثير. هذا دور يعكس مسؤوليتكم الكبيرة وأنكم أهل لهذه بالتأكيد المسؤولية. الحمد لله، وإن لم نكن أهلا إلا أننا نحن نحاول بكل ما توفر لدينا من وسائل الدفاع عن هويتنا العربية ولغتنا الأم التي نعتبرها. جميل هذا التشبث بالهوية التي ربما يغيب عن بال الكثيرين أنكم من أركانها وركائزها الأساسية. لابد أن نشنف أسماعنا الآن بجديد الشعر من ديوانك ولي أمل. خذينا إلى قصيدة جديدة يا ساكنة. كما قلت ربما تحدنا فاصلا عن الوطن، إذا سنتحدث عن الوطن. إلى الوطن إذا. الوطن يعني هو قضيتي في هذا الديوان، ربما أكثر قصائد تكون قصائد وطنية سواء عن الوطن الأصغر أو الوطن الأكبر كأمة إسلامية. ونحن نكون سعداء حال استمعنا إلى أكبر قدر ممكن أو أكبر عدد من القصائد. إن شاء الله. القصيدة بعنوان نسمة من بلادي. نعم. قد أدمن القلب حب الأرض ما فتئت، في هذه الأرض روح أوقدت فينا، لهج اللسان بها في كل ناحية، صار الحديث بها رمزا لنا دينا، هذا الجنوب الذي يزهو بحاضرنا، ذاك الشمال الذي يشدو بماضينا، وذلك الغرب جزء من حضارتنا، والقبلة الشرق فانظر من يدانينا. وذلك الشرق فانظر من يدانينا. والقبلة الغرب. هذا الجنوب الذي يزهو بحاضرنا، ذاك الشمال الذي يشدو بماضينا، وذلك الغرب جزء من حضارتنا، والقبلة الشرق فانظر من يدانينا. وفي تبست شموخ من يزاحمه، وارى وتاريخها حيت فرولينا، أنس طبائعنا، رحب مرابعنا، طيب أزاهرنا، خضر روابينا، العز شيمتنا والبذل عادتنا، أمن الغريب وما خاب الرجا فينا، والطير هاجر في أرجائنا فرحا، والنحل أبدع صنعا في أراضينا، وفي جوانبها تنساب ضاحكة، مياهها الحلوة رقت تناجينا، ونعصر الزيت من شتى مزارعنا، ونزرع القمح في شطآن يشارينا، وذلك العلم الممشوق نعرفه، وذلك العلم الممشوق رايتنا، في كل شبر لنا سام يحيينا، فالأزرق الماء من شتى منابعها ينساب يجري بها عذبا شرايينا، والأصفر الشامخ الصحراء تمثله رمز الإباء وجزء من ضواحينا، والأحمر القاني الممشوق نعرفه بدم الشهيد فقد دكت أعادينا، كل القلوب هوتها منذ أن خلقت حتى غدا حبها الصافي لنادينا، أبقاك يا الله في الوجدان شامخة، وأشعل الحب في الأحشى شرايين. كانك هنا تتماهين مع نونية بالزيدون ومطلعها أضحى التنائي بديلا عن تدانينا ونابع عن طيب ذكرانا تجافينا، قصيدة اختزلت هذا البيت بمضمونها ومكنونها والمعاني التي أردت إيصالها. وجئت أيضا على ذكر بعض الحضارات التشادية وأسماء بعض المدن. نعم يمكن أن تقول القصيدة هي تعريفية عن تشاد. نعم. أكثر سيرة تشادية. أيوة نعم، ما قلت القبلة الشرق، إذا نحن موجودين في الغرب ونصلي باتجاه الشرق. تيبستي هو عبارة عن أكبر الجبال الموجودة في سلسلة جبلية في تشاد، يعني من السلاسل الجبلية. نعم، فرولينا هي الثورة التي حاربت يعني الفرنسيين وهم. نعم. يعني هي ثورة، الثورة التي خرجت ضد نعم المستعمر وبقائه. ثورة فرولينا وهي اختصار يعني لاسم لا أستحضره الآن. نعم.
الأخريات ذلك العام المشوق رايتنا في كل شبر لنا سام. أيضا جئتي على توصيف العلم العلم التشادي هي الأزرق والأصفر أو الذهبي كما هو مذكور. نعم. والأحمر فكل لون هو يرمز لشيء معين. الأزرق هو زرقة السماء والماء، الأصفر هو الصحراء، والأحمر هو دم الشهداء. هكذا ندرس في المواد الوطنية. حدثيني عن استغرابك أو الدهشة التي تكتنفك حينما يفاجأ بعض العرب بأن تشاد جذورها عربية. أنا لا أتفاجأ من وجود عرب لا يعرفون تشاد لأنها مظلومة إعلاميا. أنا لا أتفاجأ أبدا هناك شخص لا يعرف تشاد، بل أتفاجأ من أن هناك شخص يعرف تشاد. ربما أعكس شيء عندما أجد شخص، ربما الكثيرون يعرفون تشاد لكن لا يعلمون أن جذورها عربية وأنها تتحدث. نعم. أيضا العربية. إذا في ذلك أنا أتفاجأ إذا وجدت شخص يعرف أن تشاد لها جذور عربية، لأن هي مظلومة إعلاميا. نعم. ومغيبة تماما، خاصة يعني عن الوطن العربي، خاص باعتبار أنها هي حدود مع الوطن العربي، حدود للسودان من الشرق وحدود لليبيا من الشمال. نعم. حدود للوطن العربي، إلا أن الوطن العربي يظلمها. حلمك تشادي أو حلمك تشادي الخاص الذي تتمنين تحقيقه ما هو؟ ألخصه في قصيدة. إلى القصيدة إذا، تفضل. وهي التي سميت بها الديوان ولي أمل. إلى ولي أمل، والتي تحمل الحلم. الأمل. نعم. حلم ساكنة في قصيدة. حلمي لا يمكن أن أختصره لك في كلمات، الحلم كبير جدا. ربما هذه القصيدة، لكن ربما يكون هناك إطلالة عليه من خلال قصيدة. أصلا أنا أعبر، هذه وسيلتي للتعبير. تفضلي. القصيدة بعنوان الأمل والحلم كما تقول. تقول القصيدة: أدير دفة التاريخ وانتظر العجائب من ثرانا مثلما نعيد. أدير دفة التاريخ وانتظر العجائب من ثرانا مثلما نعيد. غدا ستكون بلدتنا جنانا لا يضاهي حسنها بلد. لقد علقت آمالا بهذا الشعب تنعقد، فنسهم كلنا في النهضة المرجوة الغراء حتى الشيخ والولد. غدا نمحو مآسينا ونور في مآقينا وأفراح نكررها ويشهد ذكرها الأبد. غدا نمحو مآسينا ونور في مآقينا وأفراح نكررها ويشهد ذكرها الأبد. غدا لا نعرف الفقراء إن وجدوا، وبعد الفرقة العمياء يا وطني سنتحد. نعم وطني سنتحد. وبعد الفرقة العمياء يا وطني سنتحد. نعم وطني سنتحد، قريبا سوف نتحد. نجسد وحدة الأبناء في أسمى معانيها. غدا ستكون بلدتنا كبابل في حضارتها، كبابل في حدائقها، كمصر في حضارتها، كمثل تلاوة القرآن في أعلى مراتبها. غدا ستكون يا وطني كما أبغي، بحيرات لها نغم وحتى رملها يصغي، وشطآن على شاريه يزيد جمالها الأمواج والنسم العليل. غدا تتلألأ الأنوار في الليل الطويل، قبل ترابه واستلذ عذابه وازرع على جنبيه أشجار النخيل. أنا يا ناس لي أمل بطب جاوز البلدان مرتبة. أنا يا ناس لي أمل بطب جاوز البلدان مرتبة. غدا سيحل تلميذ صغير السن مسألة معقدة. أنا يا ناس لي أمل بهندسة تفوق معالم التاريخ هندسة، ولي أمل بداعية يسوي جل أنواع الخلاف، فلا حزن ولا ألم. غدا تشكو سجون بلادنا الغراء من رواد انعدم، ولي أمل بأستاذ نؤمنه على أبنائنا دوما، فدوما يلجؤون له إذا ضاقت خواطرهم وأغضبناهم يوما. أنا يا ناس لي أمل بطيار يحلق فوق أحلام الأنام، يزور المشتري ليبث أسباب السلام. الله. غدا ستلاحظ التغيير في أرقى مصانعنا، غدا نستخرج الخيرات من شتى مزارعنا، غدا نمشي على ساق لها قدم، غدا ستأم بلدتنا تصلي خلفها الأمم، فتركع حينما نركع وترفع حينما نرفع، سيبدو نورنا للناس من أعماقنا يسطع. فتركع حينما نركع وترفع حينما نرفع، ويبدو نورنا للناس من أعماقنا يسطع. أنا يا ناس لي أمل غدا بالبيت يفتح بابه للضيف حين يفرقع الإصبع.
ولي أمل ولي أمل ولي آمال، لا أدري أهذه الصفحة البيضاء تكفيني لأكتبها، أدير دفة التاريخ وانتظر العجائب من ثرانا مثل ما نعيد. ولي أمل ولي أمل ولي آمال، لا أدري أهذه الصفحة البيضاء تكفيني لأكتبها، أدير دفة التاريخ وانتظر العجائب من ثرانا مثل ما نعيد. لا شك أن العجائب من أثر تشادي لابد قادمة، وأن هذا الوعد وعد حق عليك مستقيم، وعلى كل من يحملون أمانة الكلمة وأمانة الوفاء لهذا الشعب الجميل الذي يستحق أفضل مما يروج ويسوق عنه. نأمل ذلك وبشدة، ونأمل أن نحقق هذا الأمل. بكم معقود هذا الأمل، وأنتم جنود تحقيقه بإذن الله. لابد أن نخرج الله. إلى فاصل الآن قبل أن نواصل. لك ذلك. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا الآن أذكركم ضيفة هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشاعرة تشادية ساكنة محمد أحمد زايد. من جديد يا ساكنة، وقبل أن نذهب إلى شيء من الشعر، وجدت في ديوانك الذي أهديتني إياه وهو ديوان ولي أمل أن هناك شبه فصل من رواية مكتوب في ديوان شعري، حتى أنك دمجت ما بين الفصل الروائي النثري وقصيدة شعرية عمودية. ما هو السبب ولماذا فعلت ذلك؟ تفضلي دافعي عن فكرتك. عندما جمعت قصائدي لطباعة الديوان كانت موجودة قصيدة لكن هي تابعة لرواية فأدرجتها ضمن الديوان. أما قصة القصيدة نفسها هي عبارة عن جزء من رواية اسمها هجوم المغول. ربما أنا كاتبة أكثر مني شاعرة، وإن كنت قد اشتهرت شاعرة بدأت الكتابة منذ العام 2009، أما هذه الكتابة الروائية، لكن الكتابة الشعرية بدأتها في نهايات 2011 بداية 2012. كتابة الشعرية متأخرة، فأنا كنت كاتبة أكثر مني شاعرة. القصيدة هي جزء من رواية هجوم المغول، هي رواية تاريخية والتاريخ قديما، خاصة الاسم سليمون قديما، يعني الشعر ديوان العرب، فكان يحضر كثيرا في حواراتهم ونواديهم وحروبهم ما إلى ذلك. فالقصيدة هي كانت جزء من موقف حصل في الرواية، وأصلا من قبل شاعر، هو أصلا من ضمن الأبطال أو الشخصيات. يبدو أن النثر المكتوب على لساني، النثر المكتوب على شكل رواية لا يزال مسيطرا عليك، حتى أنه فرض نفسه على ديوانك الشعري. نعم، وأقدم يعني أقدم ظهورا بالنسبة لي، من ربما يوجد بينه وبين الظهور الشعري ما يقارب 8 سنوات. ما شاء الله. ربما تقول خذينا إلى إطلالة على جانب من هذه الرواية والقصيدة التي لحقت هذا الفصل الروائي. تفضل. الرواية كما قلت هي عبارة عن قصيدة تتحدث عن هجوم المغول قديما، وشخوص الرواية هم شعراء. تفضل. تفهمون الشعر. في من ضمن أحداث الرواية أن هناك خيانة ظهرت في
ما بين من حقبة التاريخ. لا ما ظهرت ما بين أفراد وما بين شخصيات البطولة. نعم. فراح ضحيته هذه الخيانة شخص من يعني مظلوما. وعندما اكتشفت هذه الخيانة حاول أحدهم أن يوصل المعلومة، وهناك تهديد لأن من وشى بشخص آخر سواء صدقا أو كذبا سيتم معاقبته. نعم. فأوحى إلى القائد بهذه الخيانة بأبيات قال عنها: ألا أبلغ أسامة. أسامة هو الشخصية الرئيسية أو أقول بطل الرواية، والمفدى هو الشاعر الذي أراد أن يلمح له. القصيدة تقول أو مطلعها يقول: ألا أبلغ أسامة أن شيبي عزيز أن يكدره امتراء. والمفدى هو شخص كبير في السن من ضمن الجيش. ألا أبلغ أسامة أن شيبي عزيز أن يكدره امتراء. نعم. لقد ألف المفدى من غلام رباط الجأش، إن عقد اللواء فتى يمشي إلى الهيجة بجند نديمهم التنقل والثواء. وأعهد من مليح الوجه طبعا وأعرف طبعه فهو الوفاء، فلا ثارت حفيظته لهجو ولا أبدا يغرره الثناء. لقد عز المقال على المفدى ويأبى أن يقابله ازدراء، نذور الله لا تنفك حلا وآي الله منبعها السماء. فأطعم ما استطعت أوكس منهم وإن خيرتني فاز الكساء. يذكرني مليح الوجه قيسا فحسناء الملوح أريحاء، ولكن الزمان أدار كأسا فلا وصل هناك ولا عزاء. فقد مرض الملوح من خليل بداء لا يداويه الدواء، وأين له الدواء إذا الطبيب عدو القلب إن نزع الرداء. ألا أبلغ أسامة أن شيبي عزيز أن يكدره امتراء. ففهم أسامة القائد الجي فهم المقصد ورد بأربعة أبيات وقال: ألا أبلغ أبا النعمان أني أحل النذر إن وجد الكساء، وأكسوه الأمان على مقال وحاشا أن يقابله ازدراء. وأرقبه أبا اليقظان فجرا بثني مهجر طاب اللقاء. ألا أدرك أبا النعمان أدرك. فهناك واحدة من ضمن الشخصيات موجودة يقال لها رباء قالت له: ألا أدرك فقد احترق الشواء. فكان هو يشوي وقال القصيدة. أسامة يقول له: ألا أدرك أبا النعمان أدرك. تقول رباب: ألا أدرك قد احترق الشواء. فيقول أسامة: والله ما أردت أن أقول إلا هذا. والسريقة العربية قديما في الشعر ربما توارد الأبياء الخواطر في بيت أو بيتين ليس صعبا. نعم ليس صعبا، وهو وارد وقوع الحافر. نعم. على الحافر هذا موجود. الآن سنذهب إلى لعبة بسيطة. سأطرح عليك خمس مفردات. المفردات لا أريد معناها الدارج أو المعروف أو الاصطلاحي، وإنما أريد معناها من تلقاء روح ساكنة. تمام. جميل. التراب. الوطن. الوطن. الصديقة. الروح. الألم. الفراق. السفر. الغربة. الاحتراق. الفراق أيضا. الفراق. اختصار المفردة بمفردة، ما الذي دفعك للتفسير المفردة التي طرحتها أنا بمفردة واحدة فقط منك؟ يعني جرت العادة أن بعض الضيوف يعطني شيئا من التفصيل، فلماذا اختزلت الكلمة بكلمة؟ هل لك أن تجيبي؟ أنا نادرا يعني فاشلة جدا في التعبير، ربما أتحدث أرى كلمة هناك أبلغ من عبارة، وربما سطر أبلغ من صفحة. فيه من التكثيف ما فيه، ولا داعي لاستحضار الفشل بحضرة ساكنة المعلمة المحفزة الطموحة أيضا. دعينا نتحدث عن حلم العودة إلى تشاد، ومتى تتوقعين أن يكون واقعا؟ العودة إلى تشاد هو ربما ليس إلى حد كبير هو حلم، ربما أعتبره واقع، لأن الوجود هنا يعني ليس وجود إجباري. أنا ممكن أعود في الوطن إلى الوطن في أي لحظة، ليس هناك أي شيء يمنعني. أتيت لمواصلة مشواري التعليمي وربما أرجع، وربما حتى إن أردت أن أرجع قبل أن أواصل فالحمد لله لي خيار العودة. ليس يعني الحمد لله لست مجبرة على مغادرة الوطن. هو الأم تأكيد. هل الأم وطن أيضا؟ الأم وطن. كلميني عن الأم إذن. الأم لما تحبين لهذه الأم أن تسمع منك وعنك؟
الأم ماذا أقول عنها وماذا أفسر وماذا أعبر؟ صعب جدا التعبير عن الأم، فهي كل شيء. هل تستطيع أن تعبر عن كل شيء؟ من المستحيل أن نعبر عن كل شيء بعبارة أو اثنتين، هذا أمر واقع. بعبارة أو اثنتين ولا حتى بدواوين يمكن أن أعبر عن أم. سؤالك مقنع. كل شيء، الأم هي كل شيء. نعم، يعني الأمان، الراحة. هل من الممكن للقصيدة أن تكون أما والديوان أبا؟ هل هذا وارد؟ لما لا يكون اثنين. هل يحضرك أحيانا هذا الشعور أن القصيدة أم؟ القصيدة أم، لا أعتبر القصيدة ابنة بدلا عن أم، لأننا نلد القصائد ولا هي التي وليست هي التي تلدها. هذا بالضبط وبالتحديد ما أردت أن أستخرجه من جوهر روحك، أن القصيدة ابنة قائلها، فهي بنات قائلها أو كريماته، وليست وكذلك القصائد حرات قائلتها وبنياتها أيضا. تكرمين بنياتك أحيانا أم نادرا أم دائما؟ أين تجدين كرمك كرمك لقصائدك؟ نادرا دائما ما بين بين؟ ربما أقول ما بين بين، لأنني لا أميل كثيرا إلى الكتابة. منشغلة بالدراسة قليلا، الدراسة تأخذك عن الشعر؟ لا أبدا، ليس هنالك شيء يأخذني من الشعر. أنا أكتب من وحي اللحظة. نعم. لا أحتاج إلى أسباب لكي أكتب، أقصد لا أحتاج إلى تهيئة جو أو جو. نعم. هناك ما يدخلني مباشرة فأكتب. اللحظة تفرض ذاتها. نعم. لا يوجد محفزات أو طقوس معينة تصنعينها؟ لا 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 لا، أنا لا أبحث عن الشعر، يعني الشعر يبحث عنك. لنقل ذلك، هذا هو الجميل، أن ينادينا أن الشعر لا أن ينادي. أنا أولا لا أحب أن أكتب قصيدة تطلب مني، لا أحب أن يعني أكتب لنا في ذلك المجال. أنا لا أحب أن أكتب قصيدة تطلب مني، ومع أنني أرغمت يعني في بعض الأحيان أن أكتب قصائد، وبمجرد أن ألقيتها مزقت. نعم. الأوراق حتى لا تبقى في ذاكرتي باستثناء واحد. لا تحبين كتابة قصيدة تطلب منك؟ لا أحب أن أصنع. نعم، لكنك تحبين الصناعة. قراءة قصيدة كتبتها؟ نادراً، لا نادراً ما أقرأ قصائدي إلا عندما يطلب مني قراءتها في محفل، في أمسية، في. الآن نريد منك قراءتها إذا. ماذا تريد أن تسمع؟ أي قصيدة تحبين؟ تفضلي اقرأي ما تشائين وتشتهين. كما قلت أن الوطن قضيتي، والوطن الأكبر أتحدث عن الوطن الأصغر والوطن الأكبر. الوطن الأصغر هو تشات، والوطن الأكبر هو الأمة الإسلامية بأكملها، وحازا ربما على ثلثي الديوان هو الوطن الأصغر والأكبر. قصيدة بكاء المدائن. نعم. هي قصيدة ما بعد وقائع الربيع العربي ومنها انهيار الذي تعرض له الأمة الإسلامية، فهذه القصيدة كتبتها. تفضلي. تأثرا بواقع الربيع العربي، تقول القصيدة بكاء المدائن: بكت المدائن بعضها لما سقاها الدهر من كأس الشقاق، فتقطعت أبناؤها وتبعثرت أشلاؤهم وسط الشوارع عند أطراف الزقاق، فبكت لتشكو حزنها، عل البكاء يزيل شيئا من هموم البين بين الأهل أو حتى الرفاق. هذه دموع القدس قد سالت على خد العراق، أسفي على خد العراق. شيخ من الشيشان يروي قصة لحفيده السوري أما أو أبا لا أذكر، الشيخ يروي والصغير يتابعه: أن يا بني لتسمعا، رجل من الأفغان يدفن جثة كانت لجندي أتى السودان من أرض اليمن لا يعرفه، ذا الرابط الديني جمع بينهم. في ليبيا من تونس الخضراء قد كان الكفن، في ليبيا كان الصلاة جنازته والهرسكي يأمهم، وبأرض مصر لقد دفن. وطن المفدى يسأل الشعب الأبي: هل تكتفون بدفنه؟ لا تأخذون بثأره؟ ويحي أيا شعب تقم، أولم ترى كيف استحل القتل في أرجاء مصر؟ أولم ترى كيف استباحوا أرضها عسفا وقسرا؟ يا أيها الشعب المفدى هل ترى في الصمت نصرا؟ أسفي على العز الذي قد صار فأرا بعدما قد كان نصرا. أولم ترى الأموات في أرجاء غزة؟ أولم ترى الإسلام كيف تهزه الأزمات هزة؟ أولم تكن قد سطرت أمجادنا بالنور في التاريخ عزة؟ أسفي عليك، أسفي عليك، الشوك ينبت في يديك، أسفي عليك، الدمع أقسم موقنا ألا يفارق مقلتيك. يا سادة البلدان قولي جارح فلتعذروني، دار الزمان عليكم جارت عليكم كل أنواع المنون، بعد التخاذل لا أرى لكم جزاء غير أنواع المنون. يا سادة البلدان قولي جارح
فلتعذروني، أنا لست أبغضكم ولست أحبكم، أنا لا يشرفني الوقوف ببابكم. أترون أن الحق يطلب بالتمني؟ صمت يشبه بالتأني، جري يشبه بالتأني، صمت يحلق في الفضاء استسرق الكلمات مني، فالصمت أصبح ميزة لقصائدي، والدين قد صمتت عليه عقائدي، حتى نشرت مذلتي بصحائفي وجرائدي، ونظمت من ذلي هموما للورى، علقتها كقلائدي، حسبي بمشفاي الذي قد لطخ الدم فيه كل أسرتي ووسائدي، أسفي على هذا الوطن، أبكيه لا أبكيه قد صار سواء، حلوه مر المذاق. لكن يظل الأمل أن يتحول هذا الطعم المر إلى طعم حلو وإلى بوابة تفتح أبواب أو تفتح نوافذ الشمس على أبناء هذه الأمة الذين لا يزالون يتشبثون بالأمل. ولذلك قلت ولأمل أيضا، وهذا أيضا الأمل هذه القصيدة لها رد في قصيدة أخرى يعني عن ما سيحدث لي ما بعد، ولكننا نتمنى لهذا الأمل أن يشملنا جميعا بضيائه ولائه. الشاعرة الشادية ساكنة محمد أحمد زايد، مر الوقت سريعا وأريد منك الآن رسالة مسجلة للتاريخ موجهة إلى الأمة جمعاء عامة وإلى تشاد بشكل خاص، ماذا عساك قائلة؟ إلى الأمة، ماذا أقول للأمة وهي تعرف تماما ماذا يريد منها؟ سأطلب منها شيئا هي تعرفه تماما ولا تقوم به، اتحدوا ثم اتحدوا ثم اتحدوا، ونأمل أن تتحد الأمة الإسلامية. أما إلى وطني الحبيب تشاد فأنا أحبه كثيرا، ولا يعني لا كما قلت لك أنا ضعيفة في التعبير عن هذه الأشياء، أحبه ولا أعشقه وصدقا لا أدري، لا أدري فعلا لا أدري، في قصيدة قلت فيها هذا البيت. أسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن نصف إلى مصاف الدول المتقدمة، ونأمل أن نقدم أن نحسن صورتنا المشوهة إعلاميا للعالم الآخر، سواء العالم العربي أو غير العربي الذي أو الأمة الإسلامية جمعاء. هذا وطن مسلم يتحدث باللغة العربية، مسلم ووطن عربي وإن كان خارج الحدود الجغرافية. نأمل أن نوصل رسالتنا إلى كل من يدين بديانة الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله. دائما تبقى صورة تشاد بيضاء ناصعة ولامعة، وإن كان هناك ثمة تقصير على المستوى الإعلامي سواء من داخل تشاد أو سواء من العرب بشكل عام، ولكننا مؤمنون تمام الإيمان أن هذا الوطن العربي بانتمائه يستحق كل خير ويستحق قادما أجمل بجهود أبنائه. الشاعرة ساكنة محمد أحمد زايد، للأسف مر الوقت سريعا وانقضى، أتمنى أن تتسع الحياة بكرمها حتى يتكرر مثل هذه اللقاءات الجميلة. سعدت بك وسعدت جدا التواجد في بيت القصيد، وسعدت بالاستضافة في قناة الرافدين، نتمنى لها التقدم والازدهار إن شاء الله، ونتمنى لهذا البرنامج الدوام والاستمرارية. أشكرك، ونشكر سعادتك لطيبة لرحابة صدرك وللتفاعل الشديد مع القصائد. نحن أكثر سعادة بك، ونحن سعيدون للغاية جدا. شكرا جزيلا لك أستاذة ساكنة الشاعرة التشادية. وصلنا إلى نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاءنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.